رغم موضوع المولدات، هي هدية من دولة الكويت للحكومة العراقية، عددها 17 مولدة، مجموع إنتاجها للطاقة الكهربائية 30 ميجا، استلمتها وزارة الكهرباء باعتبارها أنه منحة للحكومة العراقية. بصراحة يعني كان هناك تصريحات غير موفقة من بعض الجهات أنه ستضيء ظلمة العراق. بصراحة معدل ما ينتج في محافظة البصرة من طاقة إنتاجية تجاوز ال 3000 ميجا، ومعدل انتاج هذه المولدات هو 30 ميجا، وبصراحه لا يمكن استخدامه للاستفاده من المناطق السكنيه. تم التواصل مع وزير الكهرباء ووزاره الكهرباء، وخلال زيارتنا الاخيره تم استحصال الموافقه الاوليه لاستحصال او بقاء مولدات عدد 2 لمحافظه البصره للمستشفيات الرئيسيه، وقبل قليل تم موافقه السيد المحافظ لغرض نقلهن. والحب بصراحه حاليا موجودات في محافظه البصره، مجرد قضيه تحويل ملكية أو إخراج المخزن من مخازن وزارة الكهرباء في محافظة البصرة لمحافظة البصرة لغرض تخصيصها للمستشفيات الرئيسية.